الناس النهارده في الشارع اغاني المهرجانات، رايك ايه في الموضوع ده؟ واقع، ده واقع يعني، مش مستحيل نرفضه يعني او نهاجمه، لانه نجاحات جامده يعني. اما اشوف على يعني حد من اللي بيغني مهرجان عامل مشاهده 150 مليون و100 مليون ومش عارف ايه والارقام دي، يعني ابقى انا متخلف لو اعترضت على ده، لانه ليه معجبين؟ فهمني. بس انا يعني يعني اضبط له طريقه الشغل بس. لكن ما بصراحه هم محققين نجاحات يعني. النهارده انا بشوف اسماء كبيره في النجوم ما بيحققوش الارقام اللي بيحققوها بتوع المهرجانات، فيعني كفايه ان انا اقول لك كده. طيب موقف هاني شاكر من منعهم من الغنى رايك فيه؟ انا طبعا بص، هو منع ده انا نحب التقنين يعني، اللي هو بدل ما نمنع وكده والناس تاخدها بحته انك انت بتقطع عيش ومش عارف ايه وبتحاربه في اكل عيش والناس بتاكل عيش والحكايه دي الحدوته دي، احنا عايزين بس نرتقي، عايزين ما يبقاش هو ده الفن المصري يعني. مش مستحيل هيبقى ده يعني، يبقى هو بعد ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب يعني هو ده هيبقى الفن المصري يعني؟ ينفع ان احنا نوصل لمرحله من دي من المزيكا ويبقى الموسيقيين بتوعنا كلهم بيعملوا مزيكا جميله في الخليج وبيعملوا في الاغاني الخليجي وبيعملوا، واحنا نوصل لده؟ معقول يعني؟ انا بص، انا ضد الرفض ولكن وضد المنع، ولكن مع التقنين، ومع اللي ينجح في حاجه ينجح، مش لازم الكل يقلده يعني. انا عايز اللي بيغني يغني، واللي ما بيعرفش يغني ما يعرفش يغني، وكل واحد يعرف بيشتغل ايه يعني، فاهم؟ مش لازم عشان الاقي غنوه مهرجان نجحت اروح انا كمان كمطرب اغني مهرجان يعني، لا. واحنا كده عاملين زي اللي بندور على النجاح مهما كان هو ايه. لا، ما احنا برضو عايزين ننجح نجاح نظيف. احنا عايزين مزيكا يا جماعه، احنا عايزين لما نسمع غنوه نقول نسمع لفظ محترم يخش البيوت. ما احنا برضو ما هو في حاجات عايزه تتقنن، لان في الفاظ ما ينفعش تتغنى، واخد بالك؟ الحاجات دي عايزه رقابه يعني. انت هل انت مع المهرجان لو كلامه يحترم الناس وذوق العام؟ يعني ما ممكن، بص، الناس عايزه الاسفاف، ما خلينا من الواقع، وده اللي منجحهم يعني، ده اللي منجح المهرجانات. المرحله اللي احنا فيها مرحله يعني زي ما تقول نقله، فالنقله دي متوهه الناس، بس المرحله دي مش هتطول يعني، ما ينفعش يعني تطول. وما بقولش ان هم مش هيبقوا موجودين، لا، هيبقوا موجودين بس مش ده الفن. بس في مهرجانات يعني بيقولوا انها نجحت وفي كلام محترم زي مثلا بحر الغرب. فرايك في النوع ده ايه؟ لا، في كلام جوه برضه مش حلو فيها. يعني في الفاظ جوه الغنوة اللي بتقول عليها الغنوة حلوة ونجحت وكسرت الدنيا وانا بحبها على فكرة. بس في الفاظ برضه كانت ممكن ما تتقالش. فاهمني؟ يعني ده اللي انا بقول عليه، ان احنا نراقب الحاجه قبل ما تنزل، واخد بالك؟ والحاجه اللي فيها حاجه ما ينفعش تخش بيوتنا ونغيرها يعني، ما فيهاش مشكله يعني. هل انت كشاعر ممكن تكتب مهرجان يتفق مع الذوق العام ويتماشى مع العصر اللي احنا فيه دلوقتي؟ والله لا، بص هقول لك على حاجه يعني. ابقى اعمل تاريخ الحمد لله يعني، انا اشتغلت الحمد لله مع 90% من مطربين الوطن العربي من خلايجه، لبنانيين، مصريين، الحمد لله. قدمت يعني مش هاجي في الاخر اعمل مهرجان يعني، لكن ممكن انتج لصوت حلو هو عايز يغني مهرجان، لان تجاريا الموضوع بقى مختلف. تجاريا بقى ده اللي بيجيب فلوس. تعالى نتكلم على الواقع، تجاريا بقى ده اللي بيجيب فلوس. فانا ممكن ما اقدملوش عمل لكن اقدم له انتاج. فاهمني ازاي؟ ليه؟ لان هم عندهم حتتهم بيعرفوا يعملوها لانه مدربين عليها. احنا نسمع بقى منهم هم عاملين ايه وننقلهم الحاجه اللي تصلح تنزل تكون ما يعني ما فيهاش اسفاف. وانا بقول لك عندي استعداد انتج، وعلى فكره انا عندي مشروع يعني شغال فيه مع حوده بندق اللي هو مغني يا بنات يعني برضه محقق نجاح كبير قوي، وولد ممتاز جدا جدا جدا،
وانا برضو مقضي معاها عقد، وان شاء الله باذن الله قريبا هنشتغل له، هشتغل له كمنتج مش هشتغل له كمصطفى مرسي اكتب له يعني. اكيد. بس في الحاله دي انت هتبقى بترجع للنقابه بشكل او باخر يعني، ولا الموضوع هيبقى خارج النقابه كاتفاقات؟ ويعني عايزين نعرف بس الشكل العام للشغل يبقى ايه بالنسبه لمين؟ لحوده. بص حوده انا شايف حوده مطرب يعني، حوده مش بيجعر يعني، مش مطرب بيجعر، مطرب بيغني صحيح، بيعمل مهرجانات لكن بيعرف يغني. وعلى فكره الولد اساسا كان طالع مع اصاله في برنامج سولا وغنى بس جمله تقوله اللي اكل الحرام يخاف، الناس كلها شوف مشاهدتها قد ايه دي. فالولد حاجه حلوه يعني، وهنستخدمه صح، مش يعني هنخليه في حته شيك ومهرجان برضه، بس حته شيك ولذيذه ومتنقيه وما فيهاش دفوهات، عشان ما حدش يعني، انا ضد الاسفاف بس.